قال الشاعر بكري يبين باللي احنا نقلدوا الا في السفاسف وفي الرقعات. قال شعور الراس اطلقها وعلى الوجنات ارسلها كفاتنه نقلدها فلم يترك بشحنته دليلا على رجولتها. فكيف اذا نسميه فتى هو ام مؤنثها؟ واخرى قلدت رجلا فكانت عكس صاحبه وتفعل فعل ذي عظم وقد قست ضفائرها وترمقها بسلوان يفصل فحش عورتها. وهل في النفع قللنا وللاقمار نردقها؟ كفاكم يا بني ديني فخصم الله يشعرها. كفاكم يا بني ديني فخصم الله يشعرها.